بهدف تحقيق الأمن والاستقرار على أراضيها، اتفق ممثلو المجموعة الخماسية بشأن الصومال على دعم حكومة البلاد الاتحادية خلال لقاء جمع ممثلي الصومال وتركيا وقطر والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في العاصمة القطرية الدوحة. وأكد المجتمعون وفق بيان مشترك دعمهم لحكومة الصومال الاتحادية حتى تتمكن من تحقيق الأمن والاستقرار في الوضع الراهن، وناقشوا سبل تعزيز بناء الثقة وبناء القدرات وتنسيق جهود مكافحة الإرهاب. كما رحب المجتمعون بالتزام الحكومة الصومالية بتعزيز قدرات قطاعها الأمني واستعدادها لتولي المسؤولية من بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال بحلول ديسمبر من العام المقبل حسب المصدر ذاته. المشاركون في الاجتماع بحثوا أيضا أهمية ضمان الاستقرار في المناطق المحررة من حركة الشباب، وعبروا عن استعدادهم لدعم المجلس الاستشاري الوطني الصومالي في عملية تعزيز المصالحة السياسية وتحديد مسؤوليات الحكومة لضمان الاستقرار في الصومال. كما دعوا المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للشعب الصومالي دون عوائق، يقول ذات البيان. يأتي دعم المجموعة الخماسية لجهود مقديشو في خضم شن الجيش عمليات عسكرية ضد حركة الشباب بدعم من مقاتلين قبليين وشركاء دوليين على رأسهم الولايات المتحدة، وذلك منذ إعلان الرئيس حسن شيخ محمود حربا شاملة لمواجهة الحركة في أغسطس من العام الماضي. من مقديشو ينضم إلينا السيد عبد الله راغي الكاتب الصحفي. سيد عبد الله، مرحبا بك. هل يتمكن الصومال من خلال دعم المجموعة الخماسية وكذلك الاتفاقيات السياسية الداخلية من مواجهة كل التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية؟ مساء الخير، تحية لكم وللمشاهدين الكرام. هذا سؤال مهم، لكنني أريد أن أربط هذه القمة الأمنية الخاصة بالصومال التي حصلت في طوحة في السادس من الشهر الجاري بمسار أو أكثر من مسار أمني وسياسي ومسار آخر لمكافحة الإرهاب يسير بشكل متوازي في الصومال. فالقمة هذه تأتي بعد قمة مصغرة أمنية للدول المشاركة بما فيها الصومال والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة. الاجتماع الذي سبق هذا الاجتماع تم في الولايات المتحدة قبل عدة شهور، وهناك مسار ثاني للدول المجاورة للصومال عقدت اجتماعات أمنية عسكرية على مستوى القيادات العسكرية وعلى مستوى القمة الرؤساء انعقدت في مقديشو. وكل القمم هذه وقمة أخرى انعقدت في عنتيبي للدول المشاركة في القوات الحفظ السلام التي الأفريقية المتواجدة في الصومال. كل الاجتماعات هذه تهدف إلى مسائل أساسية من بينها مساعدة الصومال في مكافحة الإرهاب، لأن مسار مكافحة الإرهاب الصومالي يستمر منذ سنة بدافع شعبي مباشر على الأرض، يعني قوات القبائل التي ذكرتموها في تقريركم في الخبر وقوات الصومالية المحلية بدعم مسانده جويه من الاصدقاء الصوماليين من الاصدقاء الصومال الدوليين. ويبقى العامل الامني ربما التحدي الاكبر لدى الحكومه الاتحاديه. سيد عبد الله، ماذا عن الاتفاقيات السياسيه الداخليه، كذلك الحديث عن الانتقال الى نظام رئاسي عبر انتخابات مباشرة وتقصير أيضا مدة الحكم من 5 إلى 4 سنوات؟ يتناول الكثير هذا الموضوع، وبالتالي هل هناك توافق أو تنسيق من قبل الأطراف الإقليمية والدولية بهذا الخصوص تحديدا؟ يعني هل هناك توجه دولي وإقليمي إلى دعم هذا التغيير السياسي في البلاد؟ بالناحية أنا أعتقد أن الصومال فرضت على الشركاء والحلفاء الدوليين دعمها من خلال أنها أخذت سمام المبادرة في مكافحة الإرهاب وتحرير البلاد من بقايا حركة الشباب المجاهدين. فالدعم العسكري والأمني والسياسي لعملية تحرير البلاد
من قبل الدول المجاورة والدول المساهمة المساهمة بالقوات والدول الحليفة من بينها الدول الخليجية، قطر والإمارات العربية المتحدة وتركيا والولايات المتحدة وبريطانيا كلهم. هذا الدعم يأتي بعد أن فرضت صومال نفسها على الأرض في عملية مكافحة الإرهاب. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، أنا صراحة اندهشت من أو فاجأني إشارة البيان الذي صدر من دوحة بالبيان الخماسي إلى اجتماعات مجلس التشاور الوطني بين الحكومة الفيدرالية وحكومات الولايات. هذا المسار المحلي السياسي الداخلي كان معضل تقريبا منذ 2004، لأن المسائل الأساسية في الدستور الصومالي التي فرض أو أوصى بأن تتم داخل البلاد، لأن الدستور الصومالي في البداية كتب في جيبوتي سنة 2000 وكتب يعني في يبدو أن كينيا المجموعة في سنة الخماسية 2004 تدعم المسار وريتسيا تطلب في السياسي كما ذكرت عبر بيان الدوحة. بالنسبة لاستعداد الحكومة الاتحادية أي الصومالية لتسلم مهام بعثة الاتحاد الإفريقي المؤقتة في الصومال، هل بالفعل الآن الحكومة مستعدة لتولي هذه المهام؟ الحكومة الصومالية على مستوى الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع وقيادات الأمنية تكرر دائما أنها جاهزة، حتى الإدارة الحالية والإدارة السابقة كلهم متفقون على تكرار هذه النقطة، أنهم جاهزون لتسلم المفاتيح الأمنية من قوات الإفريقية. وإذا نظرنا إلى الموضوع من زاوية أخرى، أن أصلا المعركة الأمنية والحفاظ على أمن العاصمة وتحرير البلاد بيد أصلا القوات المحلية الصومالية، قوات الجيش والقوى الأمنية والاستخباراتية والقوى العشائرية. لكن القوات الإفريقية تمسك في، كما ذكر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مؤتمر صحفي من قبل، أنها تسيطر وتحفظ أمن مناطق استراتيجية مثل المطار والميناء ومناطق استراتيجية أخرى. فاستلام وتسلم هذا له عنصران أساسيان، يعني عنصر المناطق استلام أمن المناطق الاستراتيجية، والعنصر الثاني هو الثاني هو نعم، عنصر سياسي صومالي داخلي، هو شكرا. عملية التوافق على نظام أمني وعسكري لقيادة لإعادة ترتيب الجيش الصومالي داخليا. شكرا جزيلا عنصر لك. أخير ثالث نعم، لو سمحت لي أضيف عليه، أن الصومال إلى تبحث عن او تطلب من الدول الصديقه ان تساعدها في عمليه رفع عقوبات او حظر السلاح المفروض على نعم، الصومال منذ التسعينيات. فهذه العناصر لو اجتمعت، انا اعتقد ان الصومال قادره على استلام امنها شكرا من القوات سيد عبد الافريقيه. الله راغي الكاتب الصحفي من مقديشو.